السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذا كما هو معهود غادي نكملوا إن شاء الله المراجعة ديالنا، واليوم غادي نديروا الحل ديال التمرين ديال 2015 المرتبط بالأعداد العقدية. غادي تلقاو إن شاء الله التمرين في الأول ديال الفيديو. إذا غادي نتوكلوا على الله. إذا السؤال الأول، حل في السي، حل في السي المعادلة زد سي 2 ناقص 8 زد زائد 32 كيساوي صفر. إذا هذا سؤال بسيط، يعني معادلة من الدرجة الثانية اللي المجهول ديالها هو الزد، كينتمي للمجموعة السي. إذا غادي نحسبو دلتا، لدينا دلتا كيساوي بي أوسي 2 ناقص 4 أسي. إذا خصنا نقراو بي مزيان و أ و سي. عندنا أ هو 1 و بي هو ناقص 8 و سي هو 32. إذا دلتا غادي يساوي ناقص ب هي ناقص 8 أس 2 ناقص 4 في 1 في 32 تساوي. إذا ناقص 8 أس 2 هي 64 ناقص 4 في 32 إذا هي 128 يساوي ناقص 64. كيفاش داير دلتا؟ إذا فهو عدد سالب قطعًا. إذا المعادلة تقبل حلين عقديين. كيفاش دايرين هاد الحلين العقديين؟ كيكون واحد مرافق آخر. مزيان، إذا زد واحد يساوي ناقص بي زائد إي جذر ناقص دلتا على جوج يساوي ناقص بي. إذا عندنا بي هو ناقص 8 إذا ناقص بي هو 8 زائد إي جذر ناقص دلتا. عندنا دلتا هو ناقص 64، إلا ضربناه في ناقص يرجع 64، جذر 64 هي 8 مقسومة على جوج يساوي، نقدرو نعملو بجوج ونختزلو بها، تبقى 4 زائد 4. وقلنا زد جوج، زد جوج هو زد واحد بار، يعني هو المرافق زد واحد اللي هو 4 ناقص 4 إي. إذا إس مجموعة الحلول هي زد واحد زد جوج اللي هي 4 زائد 4 إي و 4 ناقص 4 إي. إذا هذه المعادلة عندها جوج ديال الحلول، مفهوم؟ إذا هذا سؤال كلاسيكي، يعني سؤال مسهل. ثانيا ب، نضع أ يساوي، نضع أ يساوي 4 زائد 4 اي. اذا ا هو 4، 4 هو الحقيقي و 4 هو تخيلي كذلك، و ا كتابه جبريه. اذا طلبوا منا لنكتب ا على الشكل، على الشكل المثلثي. مازال غادي نكتبوا ا على الشكل المثلثي. قلنا باش نكتب واحد العدد عقدي على الشكل المثلثي خصنا نكونوا عارفين المعيار وعارفين العمده. إذا لدينا معيار أ يساوي، بما أن هذه كتابة جبرية، إذا المعيار أ يساوي 4 أس 2 زائد 4 أس 2، يعني الحقيقي أس 2 زائد التخيلي أس 2 يساوي جذر 32. 16 زائد 16 هي 32، و 32 هي 16 2 إذا هي 4 جذر 2. إذا المعيار هذا العدد هو 4 جذر 2. مزيان، غادي نحددو له العمدة. إذا العمدة الطريقة الأولى مثلا، نضع تيتا تقايس أرغيمو ديال أ بترديد دو بي. ألا إذا عندنا الأرغيمو ديال أ هي تيتا، عندنا كوسينيس تيتا، كوس تيتا يساوي أوسينيس تيتا يساوي. قلنا الكوس هو الحقيقي على المعيار، إذا هو 4 على 4 جذر 2 اللي هي 1 على جذر 2 اختزت ب 4، إذا غادي تبقى لنا هي جذر 2 على 2. سينوس تيتا عاود راه هو 4 على 4 جذر 2 تخيلي على المعيار، إذا غادي اختزل عاود ب 4 تبقى 1 على جذر 2 اللي هي حتى هي جذر 2 على 2. إذا لاحظوا الكوسينيس والسينيس بجوج بهم موجبين، وبجوج بهم عندهم نفس القيمة، إذا الزاوية اللي عندها
سينوس ديالها هو الكوس ديالها بيكون موجب، اذا هي تيتا تقايس بي على 4 بترديد 2 بي. اذا الارغيمون ا هي بي نورمال، اذا ا يساوي 4 جذر 2 عامل كوس بي على 4 زائد اي سينوس بي على 4. هذه الكتابة هذه هي كتابة المثلثية للعدد ا، واضح؟ مزيان. قالوا لنا استنتج ان، استنتج ان ا اس 12 عدد حقيقي سالب. لنستنتج، لنستنتج ان ا اس 12 عدد حقيقي سالب. مزيان. اذا غادي نحسبوا ا اس 12 ولقاو بان كينتمي ل ار ناقص. مزيان. اذا باش نحسبوا ا اس 12 خصني نستعمل علاقة ديال موافر. إذا عندنا أ يساوي شحال؟ 4 جذر 2 عامل كوس بي على 4 زائد إي سين بي على 4. هذه كتابة مثلثية. إذا أ أس 12 يساوي 4 جذر 2 في كوس بي على 4 زائد إي سين بي على 4 الكل أس 12. إذا من هنا درت أس 12، هادشي درت أس 12 تساوي 4 جذر 2 أس 12 في كوس 3 12 بي على 4 زائد إي سينوس 3 بي 12 بي على 4. مفهوم؟ إذا هنا لاحظوا، شوف طبقت أ أس بي أس إن، هي ا اس ان في بي اس ان، هذه خاصيه باش نحسبوا القوى. وطبقت كوس تيتا بلس اي سين تيتا اس ان هي كوس ان تيتا زائد اي سين ان تيتا. هذه موافر، هذه هي العلاقه الموافر، وهذه قلنا خاصيه باش نحسبوا القوى. اذا غادي تساوي لنا 4 جذر 2 اس 12 كوس 12 بي على 4 هي 3 بي زائد اي سين 3 بي. مفهوم ياك؟ لان 12 على 4 هي 3. عندنا كوس 3 بي هو ناقص 1 وسينس 3 بي هو 0. اذا غادي يبقى لنا هذا العدد شحال هو؟ يساوي ناقص 4 جذر 2 الكل أس 12. هذا العدد هذا ينتمي ل R حقيقي، وكيفاش داير الإشارة ديالو سالبة، إذا فهو عدد حقيقي سالب. فهم؟ مزيان. غادي ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني عطاونا واحد النقط، واحد بعض النقط غادي نكتبو من هنايا. عطاونا أ، أ عندها الزد أ ديالها هو 4 زائد 4 اي، و بي عطاونا بي هي 2 زائد 3 اي، و سي هي 3 زائد 4 اي، و دي عندها واحد دي ما معروفاش. دونك كاينين هاد 4 النقط. و عطاونا دوران، دوران مركزه، دوران مركزه سي وزاويته، وزاويته بي على 2، ويحول ام ذات له زد الى ام بريم زد بريم. مفهوم؟ اذا لاحظوا شوف عندنا سي هو المركز، عندنا واحد النقطة ام كندورها بواحد بي على 2 على جوج، وكنلقاو ام بري. دونك هنا عندنا ام زد، هنا زد سي اللي هو سي، وهنايا زد بري. اذا السؤال قالوا لنا بين ان، لنبين ان زد بري كيساوي اي زد زائد 7 زائد اي. خصنا نبينو بان زد بري كيساوي اي زد زائد 7 زائد اي.
لا من هذه العلاقة هذه قلنا ممكن نكتبو زد بريم ناقص زد سي كيساوي اكسبونونسيال اي بي على جوج الزاوية الدوران في الزد ناقص زد سي. هذه العلاقة هذه راه بيناها في لي فيديوهات السابقة. ممكن نهار الامتحان تستعملوها نيشان زد بريم ناقص الزد ديال المركز يا اكسبونسيال اي بي على جوج بي على جوج هي الزاوية الدوران في الزد ناقص زد سي. على زد بريم ناقص زد سي يساوي اي في الزد ناقص زد سي. لاحقاش اكسبونسيال لاحظوا شوف اكسبونسيال اي بي على جوج هي كوس بي على جوج زائد سين بي على جوج. كوس بي على جوج هو صفر سين بي هنا بي على جوج هو واحد. إذا إكسبونسيال إي بي على جوج هي كوس بي على جوج زائد إي سين بي على جوج. كوس بي على جوج هو صفر سين بي على جوج هو واحد إذا يبقى إي. إذا زد بريم يساوي إي زد ناقص إي زد سي زائد زد سي. غادي نعوض. إذا زد بريم يساوي إي زد ناقص إي زد سي عندنا السي ديالنا هي ثلاثة زائد 4 اي زائد زد سي زائد 3 زائد 4 اي. زد بريم يساوي اي زد ناقص 3 اي ناقص 4 اي اس 2 ترجعية زائد 4 لان اي اس 2 هي ناقص 1 زائد 3 زائد 4 اي. اذا زد بريم يساوي زد بريم يساوي اي زد عندنا ناقص 3 اي مع 4 اي هي اي و 4 مع 3 هي 7 زائد 7 زائد اي. هذا الشيء هو اللي مطلوب منه واضح مزيان. قالوا لنا بين ان الدال اذا غادي نشوفوا بين ان الدال لنبين ان الدال كيساوي 3 زائد 5 اي مع هاد د هي ا يعني الصورة ديال ا بالدوران ار هي د. اذا احنا عندنا زد بريم يساوي اي في الزد زائد 7 زائد اي. اذا غادي نحسبوا الصورة ديال ا بالدوران اذا عندنا هادي غتكون هي د تساوي اي زد ا هو ا زائد 7 زائد اي. اذا د يساوي اي شنو هي ا هي 4 زائد 4 اي زائد 7 زائد اي يساوي 4 اي ناقص 4 12 زائد 7 زائد اي يساوي ناقص 4 زائد 7 هي 3 و 4 اي زائد اي هي 5 اي. هذا الشيء هو اللي مطلوب منا. اذا 3 زائد 5 اي هو لا فيكس ديال الدال الصورة ديال ا بهذا الدوران هذا. مزيان السؤال الاخير قالوا لنا بين ان مجموعة النقاط لنبين ان مجموعة النقاط اللي كتحقق زاد ناقص 3 ناقص 5 اي كتساوي المعيار زاد ناقص 4 ناقص 4 اي هي المستقيم بس. اذا خصنا نبينوا هذه المجموعه هذه بانها هي المستقيم بس. اذا اول حاجه غادي نبينوها بعدا بانها مستقيم عاد نبينوا بان ذاك المستقيم هو بس صافي. اول حاجه غادي نبينوا بعدا هذه المجموعه هذه راه هي مستقيم عاد نبينوا ذاك المستقيم هو بس نفسه. لاحظوا شوف هذه المجموعه هذه نقدر ندير تكافئ الزاد ناقص 3 زائد 5 اي تساوي الزاد ناقص 4 زائد 4 اي مفهومه يا عملت هنا بناقص عملت هنا بناقص. دونك لاحظوا شوف الا خديت عندنا ام عندها الزاد شنو غادي نلقى هنا تكافئ الزاد ام ناقص الزاد هذا العدد هذا هو الد اللي حسبنا هذا العدد هذا هو د يساوي زد ام ناقص زد
وهذه هي ا، لاحظوا 4 زائد 4 اي هي ا. تكافئ، اذا المسافه دي ام تساوي المسافه ا ام. اذا حنا كنقلبوا على النقطه ام، والا معروفه اللي هي اللحق ديالها هو هذا، و ا معروفه اللي هي هذه، كنقلبوا على النقطه ام. اذا ام فين غادي تكون؟ لاحظوا شوف، هاد دي نقطه معروفه، ا نقطه معروفه. بغيت نرسم في هذا المستوى واحد النقطه ام تكون كتبعد على ا و دي بنفس المسافه. اذا غادي تكون مثلا في المتصف هنا هنا، دونك شنو غادي تشكل لك ام؟ فين غادي تكون؟ واسط القطعه ا دي. اذا ام تنتمي الى واسط القطعه ا دي. مزيان صافي. اذا مجموعه النقاط، اذا مجموعه النقاط هي واسط ا دي. واسط ا دي ده عباره عن مستقيم، خصنا نبينو بان دابا هذا الواسط هو بس. لاحظوا هاد مجموعه النقاط اللي كتحقق هذا الشيء هي واسط القطعه ا دي. اذا خصنا نبينو بانه هو بس. لاحظوا دونك باش نبينو هو بس يكفي نبين بان بي كتحقق هاد العلاقه و سي كتحقق هاد العلاقه. دونك الا لقيت بي كتحقق هاد العلاقه يعني بي كتنتمي لهاد المجموعه، يعني كتنتمي لهاد الوسط. و الا بينت سي كتنتمي لهاد المجموعه يعني سي كتنتمي لهاد الوسط، يعني هاد الوسط غيولي كيدوز منين؟ من بي و سي. اذا هو المستقيم بي سي. مفهوم؟ هلا لنتحقق، لنتحقق ان بي تحقق العلاقة مثلا زد ناقص 3 ناقص 5 اي تساوي زد ناقص 4 ناقص 4 اي. إذا غادي نعوض بي، لاحظوا جوج زائد 3 اي ناقص 3 ناقص 5 اي واش كتساوي؟ جوج زائد 3 اي ناقص 3 ناقص 5 اي. جوج ناقص 3 هي ناقص 1، 3 هي ناقص 2 اي معيار كيساوي جوج ناقص 3 هي ناقص 1 ناقص 2 اي. لاحظوا جوج ناقص 3 هي ناقص 1 و 3 اي ناقص 5 اي استسمح استسمح. دونك هنايا معيار زد بي غادي تكون هي جوج زائد 3 اي ناقص 3 ناقص 5 اي تساوي جوج زائد 3 اي ناقص 4 ناقص 4 اي. هذا تعطينا معيار ديال جوج ناقص 1، جوج مع ناقص 3 ناقص 1، 3 اي مع ناقص 5 اي ناقص 2 اي، جوج ناقص 4 هي ناقص 2، 3 اي ناقص 4 هو ناقص اي. المعيار هذا هو جذر 5 يساوي جذر 5. اذا بي تنتمي الى واسط ا دي. بنفس الطريقة، بنفس الطريقة نبين ان سي تنتمي الى واسط ا دي. يعني سي غادي نعوضها هنا يعاود تكون زد سي ناقص 3 ناقص 5 اي هي زد سي ناقص 4 ناقص 4 اي. اذا هاد بي كتنتمي لواسط ا دي و سي كتنتمي لواسط ا دي. اذا شنو هو هذا الواسط ديال ا دي؟ هو بي سي. اذا مجموعه النقاط هي المستقيم بي سي. مفهوم؟ اذا نتمنى ان شاء الله تستفدوا من هذا الفيديو هذا، والى فيديو اخر باذن الله. اعانكم الله ووفقكم لما يرضى.